ننتظرها، مسرحية متقنة ليس فقط على مستوى نصها ولكن أيضا على مستوى التجسيد المسرحي. وكما قلت فهي مسرحية إن كانت فيها بعض المقاطع المسلية فكانت أيضا مقاطع مؤثرة. هي مسرحية هادفة استطاع نصها المسرحي وتجسيدها أن يقدم مشاكل حقوق الإنسان في المغرب، وأيضا جهود الدولة الرامية إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان. وأعتقد بأنها نص بأن مسرحيات تستحق التشجيع والتصفيق. شكرا سيدي بكر.